أيضا للمزيد من المتابعة عبر الهاتف الأستاذ عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. الحقيقة يعني هذا الموضوع بيعتبر من أهم المواضيع والقضايا اللي سيتم مناقشتها في الحوار الوطني، وزي ما ذكرنا سابقا هو مهم بسبب توجيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لإنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب. خليني أبدأ مع حضرتك بتفاصيل هذا المجلس. المجلس بطبيعة الحال هو مشروع قانون، الهدف الأساسي أظن كما فهمت من الأستاذ ضياء رشوان الموثق العام للحوار الوطني هو إحداث يعني وظيفة مهمة، وهي التنسيق بين كل مكونات العملية التعليمية في مصر. قد تكون لدينا العديد من الجهات والمؤسسات المعنية بالتعليم، والبعض يقول أنه لا يوجد أحيانا تنسيق أو تكامل بين هذا، وبالتالي مفروض هذا المجلس يختص بالتنسيق، يختص بإحداث التكامل بين هذه المجالس وكل أنواع التعليم. بمعنى أن عندنا تعليم أجنبي، تعليم عام أساسي، تعليم أزهري، تعليم لغات، تعليم دولي. هل يمكن لهذا المجلس أن ينسق بين كل هذه أنواع التعليم اللي موجودة وطرقها وفلسفتها والأهداف الرئيسية، بحيث أن كل ده يصب في النهاية في خدمة التعليم العام وتطوره؟ ده سؤال المحوري أظن اللي ممكن يبقى الهدف الرئيسي لمثل هذا المجلس، إضافة بالطبع إلى وضع يعني مشروع عام لتطوير التعليم في مصر، بحيث انه يبقى الامور واضحه تماما ان التعليم مش مسؤوليه شخص ولا حتى مسؤوليه وزاره، ان التعليم ده مسؤوليه مجتمع كامل ودوله كامله، حتى مش الحكومه، لانه انا اظن انه هو اوسع من مهمه الحكومه، لانه بيدخل فيه ايضا المجتمع المدني، القوى السياسيه، الاحزاب، النقابات، الهيئات. التعليم مهمة مجتمع بكامله، ينبغي ان احنا نبقى حريصين ان هو ماشي في الطريق السليم. خلال الفترات الماضية حصل تطورات كبيرة فيما يتعلق، او خطوات دعني اسميها، فيما يتعلق بالعملية التعليمية، فتح جامعات جديدة تكنولوجية واهلية والجامعات الموجودة بالفعل، ايضا تطورات كثيرة فيما يتعلق بالمراحل التعليمية المختلفة. ولكن فيما يتعلق بالحوار الوطني تحديدا استاذ عماد، ما هي التحديات التي من الممكن ان تواجه الحوار الوطني في الجزء الخاص بعملية التعليم؟ التعليم فيه جزئين أظن أو جانبين مهمين للغاية. جانب وهو إن إحنا نبقى ضامنين إن إحنا حاطين إيدنا على الطريق الصحيح أو ماشيين في الطريق الصحيح، بمعنى إيه هو نوع التعليم اللي إحنا عايزينه اللي هو يناسب المجتمع ويبقى يلبي طلبات سوق العمل ويطور المهارات وينمي القيم، وفي نفس الوقت الإمكانات المادية اللازمة لتحقيق هذا الهدف، لأنه قد نتفق كلنا نقول والله احنا عايزين افضل تعليم زي الموجود في اليابان او فنلندا او سنغافوره او الدول التي يقال انها الافضل، لكن حينما نحاول ان نطبق ذلك سنصطدم انه في مشكله كبيره جدا بالموارد. وانا اتذكر ان السيد الرئيس قال في بعض لقاءاته انه عشان نلاقي تعليم جيد من التعليم اللي هو زي اللي موجود في الدول الاوروبيه، فأنا محتاج 10,000 دولار لكل تلميذ في عدد تقريبا 22 مليون أو 25 مليون طالب مصري موجودين في البلد، فأضرب في 10,000 دولار، هل أنا عندي ده في ظل حتى كمان الأزمة الاقتصادية الموجودة؟ وطبعا ده يشمل الفصول والمدرس ومرتبه وحاجات كثيرة جدا. فالنقطة إن هو بقى يبقى فيه شيء مهم جدا وهو الواقعية، ونحن نناقش الأشياء يعني الموازنة ما بين الطموحات والأهداف وبين الموارد صحيح اللازمة لتحقيق ده على أرض الواقع. أنا الحقيقة سأكتفي بهذا القدر، والحقيقة أيضا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة. كنت ضيفي عبر الهاتف الأستاذ عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني. شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.